غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في القمة العالمية الأولى من نوعها لحماية المحيطات والمساحات البحرية محيط واحد، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تترأس فرنسا الاتحاد الأوروبي. ويهدف المؤتمر إلى الاهتمام بالمسائل البحرية وتجسيد مسؤولية الدول في معالجة قضايا المناخ والتنوع البيولوجي. ولدى وصول سيادته كان في استقباله كبار رجال الدولة الفرنسيون وأعضاء السفارة المصرية في باريس. وتعد قمة محيط واحد، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام وحشد التمويل له. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بريست الفرنسية مع السيدة أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية. السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد يوناس جهار ستورا رئيس وزراء النرويج، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر، غادر السيد الرئيس مدينة بريست الفرنسية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.